عمر الحريم، مباراة أصبحت في غاية في الأهمية. المنافسين بيخسروا بناط، ده أكيد طبعا بيدي مش بيمثل ضغوط ولكن بيدي دفعة معنوية للعيبة نادي الزمالك. شايف مباراة النهاردة في ظل التعادل النادي الأهلي ثم خسارة بيراميدز وتعادل أيضا الأهلي المباراة اللي قبلها وخسارته، شايف الأجواء هنا يعني هيبقى فيها تأثير على لعيبة الزمالك شوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني بص يا طارق، الحاله الفنيه العاليه بتاعت لعيبه نادي الزمالك وجهازهم الفني ماشيين في اللي هو ايه اسلوب الفوز. يعني النهارده الزمالك بيفوز ماليش علاقه بما يحدث في كره القدم من مجريات، واخد بالك ازاي، للفرق الثانيه او حاجات دي ماليش علاقه بيها، ليه علاقه بتيم نادي الزمالك اللي احنا بنتفرج عليه، اللي هو بدأ بداية جيدة جدا في التعود على الفوز. عشان كده هو متصدر الدوري. صحيح. فالموضوع النهارده طبعا المباراة هتبقى صعبة جدا، مباراة صعبة جدا مع فرقة برضو بتحاول تلعب دفاع بشكل قوي جدا، معاهم مدرب متمرس في النواحي الدفاعية. فطبعا المباراة النهارده صعبة جدا جدا جدا، ولكن بيتهيألي لعيبة الزمالك وجهازهم الفني موريين اللعيبة الطرق بتاعت الفوز. فانت النهارده يعني انا شخصيا وطبعا اتمنى ان شاء الله تتحقق، مش قلقان على تيم نادي الزمالك. لان تيم نادي الزمالك غير ان اللعيبه حالتهم ابتدت تبقى حاله جيده عاليه جدا، زي مثلا اضرب لك مثلا زي زيزو وبن شرقي، ودول مؤثرين جدا جدا جدا، كانوا هايلين الماتش اللي فات في الاداء. بالاضافه لان معاهم مدرب بيعرف يلعب مع اللعيبه كويس قوي طوال المباراه، عشان كده بنحقق نتائج ايجابيه. فانا ان شاء الله يعني هيبقى إضافة للمباريات اللي احنا بنفوز بيها، وإضافة لتصدرك للدوري إن شاء الله.